السلام عليكم. حطيت لكم فواحد البوست تختاروا لي شنو بغيتو ندير في الفيديو الجاي. المهم نعطيتكم الاختيار و85% اختاروا اشهار، وداكشي اللي كنا باغيين حنايا. ان شاء الله اليوم جبت لكم احسن لوجيسيال في العالم باش تمونطيو تصوركم، وفي نفس الوقت الا بغيتي تصايبوا به مينياتور ايوا شتي راه كنجيب لكم غير الجديد. المهم ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. المهم هذه هي لا سيرفاس ديال لوجيسيال كما قلت لكم. غادي نبداو بفوتو اديتور، غادي ندخلوا لها غادي نختاروا التصويره اللي بغينا ناديتيوها. كما كتشوفوا هذه هي التصويره، هنا لتحت كنكليكيو باش نشوفوا التصويره كي كانت وكي ولات. هنايا كاين لي زيفي فين كلكم تختاروا، كاين بزاف ديال لي زيفي. المهم هما كاين كثر واقيلا من 500 على حسب ما قالوا لي. ها هما كاين الالوان هنايا، دونك راه كاين بزاف تقدروا تختاروا اللي يعجبكم. ثاني حاجه كاين ريكادراج لو بغيتو تكادو يعني لا طاي ديال التصويره ديالكم كيما عجبكم. المهم نخليها انا كيما كانت. غادي ندوزو للريكلاج، هنا الريكلاج ديال الالوان وداك التخربيق. يعني بغيتي تزيد في شي لون ولا بغيتي تنقص في الضو ولا شي حاجه بحال هكا. المهم كاين هنا بالونس دو كولور، تختار الكولور اللي عجبك ديزاكتيفيها. كاين هنا لي كورب، هادي كنستعمل هاد لي كورب بزاف باش كتزيد في الكحل والبيض في التصويره ديالك، هادي كنستعملها في تصاوري. وكاين الفلو، كاين بزاف الناس عزازين عليهم الفلو ما عرفت علاش. المهم ها هي بحال ديك تقريبا بحال انستغرام، كتختار فين بغيتي الفلو يكون. ها هي بحال هكا. وكاين فينيتار تالي تارو الميلي والتخربيق. المهم ومن بعد كنلقاو الكادغ هنايا، بزاف ديال لي كادغ. المهم كاين بزاف، كاين لي سامبل وكاين لي مزوقين. المهم داكشي زوين زوين، مثلا بحال هكا نخليو هادي مثلا وندوزو للتكستور. التكستور صراحة عجبوني بزاف، حيت تقدر بحال دابا تختار شي وحدة بحال هكا وتنقص لها في لوباسيتي وغتولي التصويرة بحال هكا، دونك زوينة. كنستعملتها أنا شي مرات بحال هادشي، لوباسيتي كتنقص منها شي شوية وكتولي التصويرة فيها لمسة زوينة. كاين بزاف عاوتاني ديال لي تكستور، ها انتوما كيما كتشوفو كاين هادي، كاين بحال هكا، كاين بحال هكا، كاين هادشي. وفي التحت كاع كنلقاو هادو، هادي وهادي، والله إلا زوينين بزاف. واخر حاجه كنلقاوها في الجنب هي التكست، هنا كتقاد التكست ديالك، كتختار فين بغيتي تكتب وكتقاد التكست ديالك على حساب داكشي اللي بغيتي، كتقاد الكولور اللي عجبك. المهم داكشي على حساب الذوق ديالكم نتوما. المهم كما شفتوا كاين بزاف ديال التخربيق. المهم سالينا من الاول ندوزو للثاني. ثاني حاجه كاين هاد فوتو كاتر، كتبرك عليها كتخرج لك هاد لاباج هادي اللي هي هادي. كاينه ريكادراج بحال قبيله، واهم حاجه هي الديتورناج هادي، لان كتقدر تحيد الفون ديكروم التصويره سهله من فوتوشوب وداك التخربيق. المهم حنا غادي نختارو بحال هكا، هادي هي البلايص زعما اللي بغينا نخليوهم طم طم طم، ونشوفو شنو غادي يوقع. المهم كيما شفتو هي الفون تحيدات، انا ما اختاريتش مزيان داكشي اللي باغي. ثالث حاجه كاين فوتو مونتاج، هاد فوتو مونتاج كتهز هذيك اللي قطعتي كيمكن لك تركبها في شي بلاصه بحال لي مينياتور تقريبا، او يمكن لك تبرك على هاد زائد هادي وتختار التصويره من عندك انت. المهم هذا غير مثال كيما شفتو. هادشي اللي كاين في البارتي الثانيه. البارتي الثالثه ديال لوجيسيال كاينه فوتو اريزر، الا بركتي عليها كتخرج لك هاد لاباج هادي، غادي تصلح معها التصويره حيت دابا تعرفوا علاش. كيف ما ديما كنلقاو كادغاج هي الاولى، ثاني حاجه كنلقاو سوبريسيون. سوبريسيون كتختار الحاجه اللي بغيتي ما تبقاش تبان في التصويره. نسيليكسيونيو هاد الكاس طل هذا، نكليكيو هنا على افاسي ونشوفوا شنو غادي يوقع. كما شفنا في اول كاس الله اعلم ما بقى لا كاس لا حتى شي حاجه مشى، دونك واعره بزاف ما تحتاجش تستعمل لا فوتوشوب لا والو، كون فيهم داكشي صعيب بزاف. وثاني حاجه كاينه هي هاد ديبليكاسيون هادي، ها هي كيمكننا نختاروا بحال دابا شي حاجه بحال هكا. انا غادي نفهم لكم ليش كتصل، غادي نحاولوا نديروا بحالو بلاصه. المهم الخوت من بعد هاد اللقطه تطفات ليا الكاميرا، ولكن اصلا ما كنت غادي نقول والو، كنت غادي نقول لكم غير بيس عليكم. وتا دابا داكشي اللي كاين بيس عليكم، وتسناو الفيديوهات الجايين. تشاو.